بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله النبي الأمين. أما بعد، اليوم سنتحدث عن استراتيجية جديدة، وهي استراتيجية العصف الذهني. العصف الذهني هو التفكير ثم التفكير ثم التفكير. عندما أريد أن أقترح أشياء تزيد صلة الرحم، تزيد المحبة بين الأقارب، ونطبق هذا على درس صلة الرحم، هل عندكم أشياء تقترحونها وتفكرون فيها لزيادة صلة الرحم؟ تفضل يا نواف. أحسنت يا بطل، ما شاء الله، نحييهم ونعطيهم شاد. يا سلام، عيد ميلادهم هم، كل أشياء يبغونها ما شاء الله. أحسنت يا بطل، تشتري لهم سيارة. تفضل ياسين. ماشي خروف، ما شاء الله كريم أنت يا ياسين. ارفع صوتك يا عبد الملك. نعمل لهم حفلة، نسوي لهم مشاوي. ماشي يا سعيد، حفلة. ماشي، رائع رائع ما شاء الله. تفضل يا ماجد، ماذا تقترح لزيادة صلة الرحم؟ سيارة بيت. تعطي لهم سيارة وبيت، رائع يا ماجد. نجيب لهم خروف للذبيحة. يا سلام كريم، كريم نجيب لهم كاميرا. كاميرا، لو كانوا فاكرين تعطوهم 1000 ريال ما شاء الله. صب لهم قهوة وتستقبلهم استقبال جيد. تفضل يا عبد الرحمن، تعزمهم ما شاء الله. هذا الاجتماع على الطعام يزيد المحبة، حفلة تزيد المحبة وصلة الرحم. يا سلام، ماشي تفضل، نلعب معهم حتى يحبوا بعضنا البعض. ها تفضل يا سعيد. اشتري لهم مسبح. نذهب معا الى المسبح ونسبح انا واولادهم. ممتاز، اوديهم الباص. يا سلام، رائع 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 يا مشعل. نوديهم محل الالعاب. محل الالعاب حتى يسعدوا. اجيب لهم مدرسة. يعني لو كانوا لا يستطيعون دخول المدرسة نعطيهم فلوس. ماجد، نشتري لهم سيارة جديدة ونظيفة. يا سلام كريم يا رائد، نعطيهم تفاح. يا سلام. الآن الآن تفضل يا مشعل. أجيب لهم سيارة تروبل. بارك الله فيك. تفضل يا ياسين، مكيف. تفضل عبد الرحمن. طيب الآن كل تلميذ فكر وطرح ما يريده، هذا هو العصف الذهني، حتى ولو كانت أشياء غريبة. فالعصف الذهني أنت تطرح ما تريد، ثم بعد ذلك نختار المناسب، نختار المناسب. عرفتم طريقة العصف الذهني؟ العصف الذهني هو أشياء نفكر فيها وتحتاج إلى تفكير عميق، ثم بعد ذلك نجمع هذه الأشياء ونختار المناسب منها ونقوم بتنفيذه. أفهمتم؟ والآن جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن أعجبكم الفيديو إعجاب واشتراك في القناة.